السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة أخرى من سلسلة هوات ريحانة كمال. نقدم لكم اليوم غريبة معلكة لذيذة سهلة وسريعة في التحضير. كيف ديما ما تنسوش وضع لايك للفيديو ومشاركته مع الأصدقاء. بسم الله على بركة الله. أول شيء نحضر طبقة المقرمشة الكوكون، 80 غرام ديال الشوكولا غيش نوعية جيدة مذاب على طريقة حمام مائي. كنخليو قطعة خارج النار حتى كتذوب بوحدها، مع 60 غرام ديال البراليني ديال اللوز، مع 60 غرام أو 70 غرام ديال رقائق اللوز محمرة كما كتلاحظوا. ممكن تعودوها بالفيتين اللي كتباع عند بائع لوازم الحلويات. كنخلطوا الشوكولات مع البراليني. بالنسبه للبراليني حتى هو كتلقاوه عند بائع لوازم الحلويات او كتحضروه في البيت. سبق لي وقدمت لكم طريقه ديال التحضير ديالو. كنخلطوا مزيان الشوكولات مع البراليني. بالنسبه للشوكولات كتكون فيه نسبه الكاكاو عاليه، ماشي الشوكولات ديال السكر، الشوكولات اللي كيكون نوعيه جيده، اما تستعملوا الاقراص او اللي كيكون قطع كبيره. كنخلطوا المكونات بثلاثة مع بعض، ضروري ما تخلطوهم حتى كينسجموا مع بعض. هنا ضروري ما تخليوهم كيبردوا. اول شيء كتحضروا هذا الخليط، عاد كتمروا لتحضير الغريبه. انا ما كانش عندي الوقت، دخلته للثلاجه بسرعه كيتماسك، يعني دخلته للثلاجه باش نقدروا اننا نشكلوه كريات صغيره. اللي ما بغاش يدير هذه العمليه ياخذ غير ملعقه صغيره ويهز من الخليط ويحطو في اناء اخر، باش الوقت اللي غادي نعمرو الغريبه ديالنا ما تخلطش لينا المسائل كلها مع بعض. هنا انا غادي نشكلو كويرات اللي تكون صغيره بنفس القياس. مكونات الغريبه عندي هنايا 5 غرام من خميره الحلويات، عندي الكيس فيه 7 غرام، ما كنديروش كامل، كنقص منه نصف ملعقه صغيره. 5 غرام من خميره الحلويات مع ملعقه كبيره من الزبده بدرجه حراره الغرفه، زبده خاصه بالاكل، رشه من الملح، 90 غرام او 100 غرام من سكر سنيده، من الافضل تكون سنيده اللي رقيقه كما كتلاحظوا معايا. كاس الشاي العنبه مع مرش، بيضه واحده، عندي هنايا 125 غرام ديال الزنجلان اللي هو السمسم، زنجلان محمر ومطحون مزيان كيكون بودره او نطحنوه حتى يتعلق، مع 125 غرام ديال اللوز كيكون بالقشره ديالو لوز خضر ما محمرش، كنمسحوه من الغبره اللي كتكون فيه وكنطحنوه حتى كنحصلو على بودره ديال اللوز. يعني من الافضل هنا يكون اللوز بالقشره ديالو. هذه هي مكونات الغريبه. كناخذوا اناء كنوضعوا فيه البيضه ديالنا، بيضه واحده مع كميه السكر اللي عندنا كما ذكرت لكم 90 غرام او 100 غرام حسب الذوق ديالكم، مع رشه من الملح. كنخلطوا اول شيء هذه المكونات بواسطه طراب يدوي، ضروري حتى كتنسجم لنا العناصر مزيان وكتذوب سنيده اللي هي سكر حبيبات. من الافضل دائما تاخذوا سنيده اللي كتكون رقيقه او كتغربلوها. كنخلطوا مزيان، عاد كنضيفوا ملعقه ديال الزبده على الزنجلان واللوز والخليط ديال البيض والسكر ورشه من الملح. كنفرغوا الخليط ديالنا كامل. هنا غادي نستعمل اليد ونخدم المكونات جيدا. كما كتلاحظوا معايا الخليط كيكون سائل او القوام ديالو سائل، كتكون الخليط ديالنا كله خفيف. كنضيف هنا 5 غرام من خميره الحلويات، كنأكد انا كنستعمل كيس 7 غرام، كنقصو منه تقريبا نصف ملعقه صغيره وما تبقى كنضيفوه لهذا الخليط، يعني 5 غرام. كنحصلوا على هذا القوام اللي كيكون شويه سائل. هنا ركزوا معايا، لكم الاختيار، راه كتبدا تشرب بسرعه، كنخليوها غير في المطبخ او كندخلوها للثلاجه مده ديال 10 دقائق.
مباشره كيشرب، انا ما دخلتوش كاع للثلاجه. كنحتاجو لرقائق اللوز او لوز كونكاسي، رقائق لوز هرمشتهم شويه في المطحنه كهربائيه، بياض البيض، عندنا الصفيحه ديال الفرن فيها ورق السلفانيزي، والميزان هنا لا بغيتو تحصلوا على يعني كميه محدده لهاد الغريبه ديالنا. كناخذوا القسم الاول، كما كتلاحظوا معايا ما كيبقاش كيتلصق، يعني كما ذكرت لكم كتخليوها حتى كتشرب في المطبخ او كتدخلوها للثلاجه. هنا غادي نعبروا 15 غرام، وانتم ليكم الاختيار ديالكم 15 غرام. انا قربت لكم الصوره باش تكون واضحه اكثر. كنحطوهم جانبا، يعني من الافضل نعبروا القياس كله عاد نديروا نحشيوهم في الوسط. 15 غرام الكميه كلها، هاد الكميه كتعطيني 28 قطعه، 15 غرام في الكريات كلها. اللي ما كتوفرش على الميزان طبيعه الحال كدير عينها ميزانها، الكويرات ما يكونوش كبار بزاف. كناخذوا الكويره ديالنا كنبسطوها في باطن اليد، كنديروا الكويره ديال الطبقه المقرمشه الكوكون اللي غادي تكون في الوسط، وكنغلفوا عليها مزيان، نغطيو هذيك الكره اللي درنا في الوسط، وكنحطوهم جانبا. عاد غادي نديرهم في ابيض البيض. بالنسبه لنصيحه اخرى، ممكن ديروهم كلهم يعني تحشيوهم تعمروهم عاد ديرهم في ابيض البيض، وتحطهم شويه في ورق نشاف، عاد ديرهم في اللوز ايفيلي اللي كيكون شويه مهرمش، يعني باش ما تهزش فيكم واحد الكميه كثيره. كنديروا الطبقه المقرمشه وكنغلفوا بالعجين ديال الغريبه، كما لاحظتوا ما كتلصقش نهائيا، يعني كتشرب بسرعه. كنستمر بنفس الطريقه، كنبسطوا الكويره، كنعمروها على الوسط، كنغلفوها مزيان، كنزيدو كنكوروها، كنديروا في ابيض البيض الكره كامله، كندوزوها في ابيض البيض من الجهتين، ماشي غير الوجه فقط، من الجهتين كلها كندوزوها في ابيض البيض. بالنسبه لابيض البيض انا دائما كنحتفظ به في المجمد كيكون عندي. كنوضعوا الكره ديالنا في رقائق اللوز وكندوزوا الكره ديالنا كامله، نحاولوا نكوروها ونحطوها في صفيحه ديال الفرن. كنستمر بنفس الطريقه من ابيض البيض اللوز ايفيلي او الكونكاسي، راه كاين حتى كاوكاو ايفيلي وكاوكاو كونكاسي، ولكن انا كنفضل اللوز. كنغلفوا مزيان الكره ديالنا باللوز وكنحطوهم بشكل اللي كيكون متباعد، لانها كتنفخ في البران كيضاعف الحجم ديالها. هنا كملت الكميه ديالي كلها كما كتلاحظوا 28 قطعه، يعني كلهم بنفس القياس كما لاحظتوا معايا. كنحاولوا نبسطوهم غير شويه من الفوق. هنايا ركزوا معايا، كنشعلوا الفران قبل واحد 10 دقائق قبل. بالنسبه ليا شعلت النار من اسفل فقط، غادي نخليوها تقريبا كتاخذ لينا ما بين 12 حتى 15 دقيقه. النار من اسفل بالنسبه ليا، ممكن تشعلوا لتحت والفوق مده ديال 12 ولا 15 دقيقه. كنخرجوها وهي مازال رطبه، نخليوها حتى تبرد عاد كنحيدوها من الورق. لاحظوا معايا راها معلكه، كتجي رائعه جدا، حتى الرائحه ديالها ممتازه. كنحيدوها بكل سهوله من الورق، كنخليوها حتى كتبرد بطبيعه الحال، وكنحتفظوا بها في علبه محكمه الاغلاق. نوريكم القطعه كيفاش كتجي من الداخل، لاحظوا معايا رائعه جدا، مذاق زنجلان واللوز والشوكولا، وهذا هو الشكل النهائي. كتجي رائعه، وان شاء الله جربوها وتنال اعجابكم. غير ضروري من طريقه الطهي ما تكون جيده، يعني ما يكونش يعني نار قويه بزاف، فقط كنشعلوا الفران قبل واحد 10 دقائق، يعني كيكون فرن متوسط درجه الحراره على 180. كندخلوا الصفيحه ديالنا، بالنسبه ليا ما شعلتش الفوق نهائيا، شعلت غير التحت حتى كتنفخ، كتضاعف الحجم ديالها، كتاخذ لون ذهبي. كنخرجوها كنقدموها بالصحه والراحه، واي سؤال مرحبا، في امان الله.